السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في قناتكم إيكول جبيرة. هنا درس 13 القسمة لا ديفيزيون. القسمة كيفاش نديرو القسمة، والقسمة الإقليدية نتعلموها بطريقة سهلة ومفيدة. لكن قبل ذلك ما تنساوش ليا الاشتراك في القناة، لأن الاشتراكات ضعيفة جدا. تصوروا أن 96% من يشاهدوا القناة غير مشترك في القناة، فقط 4% هم اللي مشترك في القناة. فقناة التعليمية ما تنساوش شاركوا في القناة، اشتركوا وفعلوا الجرس باش تكون جديدنا، ودعمونا بلايك لنفهم ونطبق. قسمة كتجي صعيبة على التلاميذ بعض المرة، ولكن أنا نفهمكم بطريقة سهلة وسلسة. أراد الحاج المدني توزيع 27 حبة كرزين بين أبنائه. علاش راه يوزع عليهم؟ دائما ركز عليا، ركز معايا، ركز مزيان معايا. توزيع يوزع، علاش يوزع؟ هي يقسم 27 حبة كرز بين أبنائه الستة، عنده ستة الأبناء، ستة صافي، توزيعا عادلا، كل واحد يعطيه قد القياس الآخر. لنساعده على ذلك نبحث عن أقرب مضاعف لستة إلى العدد 27. شنو المضاعف اللي قريب من 27؟ إذا نقوله هو 6 في 1 6، 6 في 2 12، نقربوا ل 27 نحبسوا. 6 في 1 قلنا 6، 6 في 2 12، 6 في 3 18، 6 في 4 24، 6 في 5 30. إذن شنو اللي قريب ليه هو 6 في 5؟ 6 في 5 اكبر منه 30. 6 في 4 اذا بالتالي هذا الجدول، هذا السطر هذا، ولا نمشيو عليه. شوف هذا المنحنى. اذا عندنا 6 في كتساوي 18، هي 6 في 3، 6 في 3 تساوي 18. هنا 19 20 21 22 23 24. اذا 6 في 4 هي 24. هنايا بحال هنا 19، هنايا 20، هنا 21، هنا 22، 24، هنا 23، هنا 24، هنايا 25، هنايا هنا كتزيد بالواحد زعما 26، هنايا 27، هنايا 28، هنايا 29، هنا 30. هي 6 في 5، 6 في 5 جيد. ها إذن الأقرب المضاعفات ديال 6 ل 27 هو 6 في 4 اللي هو 24، 24 هو المضاعف الأقرب ليه 24. بالتالي هذا هو 27 حبة كرز، اللي قريب ليها هو 24. إذن 6 في 4، إذن يعني كل واحد شحال ياخذ؟ هياخذ 4 حبات من الكرز. وباش نبقاو 27 هي يبقاو لها 3، وبالتالي نؤطر العدد 27 بين مضاعفين متتاليين للعدد 6. 6 في 4 اللي هو شحال قلنا؟ 24. هنا عندنا أصغر من هو 27. 6 في 5 اللي هو 30، بالتالي كتأطر لينا 27 ما بين 24 وما بين 30، اللي هي 4 في 6 في 4 و 6 في 5. وزع الحاج المدني، شحال وزع؟ شحال وزع دابا ملي في الاخر؟ شحال لقينا وزع؟ وزع 24، 24 حبة كرز، هاهي 24 حبة كرز، والباقي شحال بقالو؟ 24، إذا 24 شحال بقات ل 27؟ وعدو 27 وزع 24 شحال بقات؟ 3، إذا هاهي 24 25 26 27، إذا بقاو 3 والباقي هو 3. جيد، ها هي. إذا هنا 1 2 3 4 5 6 الأولاد كل واحد. إذا هذا غادي ياخذ 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 كدور هنا ثاني، كدور ثاني هنايا، كدور ثاني هنايا. إذا كل واحد ياخذ، إذا ياخذوا 4 4 هاد المرات، غيبقاو لنا 3. نكتب 6 في كم؟ 6 في 4 زائد كم؟ 6 في 4 كم شحال كتساوي لنا؟
24 زائد كم؟ 3 لا تساوي لنا شحال؟ 27 حبة كرز الأصلية. أو كنقولوا هنا شنو كنقولوا؟ 6 ما هو؟ 6 شنو هو؟ 6 هو عدده؟ عدده عدد الأولى الأبناء ديالو، عدد الأبناء أبناء. وربعة شنو هو؟ هو المقسوم، هو المقسوم المقسوم. أو ستة نقولو هو عدد الأبناء أو المقسوم عليه. إذا 27 قسموها على المقسوم عليه هو ستة، وهذا هو الخارج، عفوا هذا هو المقسوم، هذا هو المقسوم عليه. ستة هو المقسوم عليه، وأربعة هو الخارج اللي خرج لنا، وثلاثة هو الباقي، وهذا هو المقسوم. المقسوم قلبناها، هذا هو المقسوم، هذا هو المقسوم عليه هو ستة. أربعة هو الخارج، كل واحد شحال خدا الخرج اللي خرج له، شحال واحد خرج له؟ خرج له أربعة، والباقي هو هذا. إذا أو كنقولوا 27 مقسومة على ستة كتعطينا شنو؟ كتعطينا 24 والباقي؟ والباقي هو 3. إذا هو كنقول هنا المقسوم، 27 هو المقسوم ولا نقسموه، وستة شنو هو؟ المقسوم، مقسوم عليه، عليه والباقي وربعة شنو هو؟ هو الخارج اللي خرج لينا، والثلاثة شنو هي؟ الباقي. متساوية هي 27 تساوي 6 في 4 زائد 3، تسمى متساوية القسمة الإقليدية. هنا نزيدو نفهمو مزيان مع الحصة الثانية ديال أطبق. أحيط بخط الخارج المناسب لكل بطاقة، الخارج المناسب. إذا 54 مقسومة على 9، واش 5 أولا 6 أولا 7؟ هنا أحيط بخط الخارج، الخارج ما يخرج لينا، شحال يخرج لينا؟ إذا 54 مقسومة على 9، شنو كنديرو الطريقة؟ هي تساوي 9 في كم باش تعطينا 54؟ قريبة 54 ها؟ 6 في 6، علاش؟ لأن 9 في 6 كم تساوي؟ 54 هاي 9 في 6 تساوي 54، ديرها الطريقة هذه دي. وبالتالي شنو قلنا؟ هو شنو الخارج هو؟ 6 ونحيطو. 49 مقسومة على 7 تساوي، كدير بحال هكا، 7 في 7، 7 في 7 كم تساوي؟ 49، بالتالي فالخارج هو 7 صافي. إذا نقول تيا لينا دابا 64 مقسومة على 8 في 8 تساوي 8 في 8 8 في 8 شحال كتساوي؟ 64 بالتالي فهو خارج 8، خارج هو 8. 36 مقسومة على 4 تساوي 4 في 4 9. في 9 4 في 9 كم تساوي؟ 9 4 في 9 تساوي 36 36 إذن 9. أحيط بخط الباقي المناسب لكل باقي، هنا الباقي، الباقي هناك الخارج هناك الباقي. الباقي 60 كم تساوي؟ هي 7 في 8، 7 في 8 كم تساوي؟ 7 في 8 تساوي 56. دير 56 الفوق هنا، والباقي شحال؟ ما بين 60 و 56 4 زائد 4 وبالتالي 4. 38 تساوي 6 في 6، 6 في 6 كم تساوي؟ 36 زائد باقي شحال بقى بيناتهم؟ 2 نحيط 2 هو الخارج. 75 تساوي هي 8 في 9، 8 في 9 كم تساوي؟ 72 شحال بقات ال 75؟ 3 نحيطو 3، هذه الطريقة اللي ديرو. 39 تساوي هي 9، 39 تساوي 9 في 4، 9 في 4 كم تساوي؟ 9 في 4 تساوي 36 36
زائد 36 و39 باقي بيناتهم شحال بقي بيناتهم؟ 3. 3. إذا ها هي كتقول 36 37 38 39، إذا شحال بقات؟ 3. إذا نحيدو 3. أثبتوا تعلماتي لتوزيع 50 قلما على 8 أطفال. شنو كنديروا؟ نبحث عن الحمد لله عن أقرب مضاعف للعدد 8 إلى العدد 50 وهو 48. لحقاش شنو كنديروا؟ هو 8 في 6. 8 في 6 تساوي 48، هو اللي قريب من 5. تحصلوا على عدد 50 بين مضاعفين متتاليين لعدد 8. إذا 8 في 6 كم تساوي؟ 48 أصغر من 50. 8 في 7 كم تساوي؟ 8 في 7 تساوي 56. 56. إذا هو محصور 48 أصغر من 50، 50 أصغر من 56. نعطي لكل طفل 6 أقلام كما جاتنا هنا 6 خارج 6. إذا 8 في 6 تساوي 48 والباقي هو 50 ناقص 48. 50 نقص من 48 كسبق لنا هي 2. نكتب 50 مقسومة على 8 تساوي 6 والباقي هو 2، أو نكتب 50 تساوي 8 في 6 زائد 2 متساوية القسمة الإقليدية. إذا القسمة هنا لا ديفيزيون هي المقسوم، هنا القسمة هي لا ديفيزيون، هنا المقسوم شنو هو؟ لو ديفيدوند تساوي 9 هو المقسوم عليه لو ديفيتور، في 7 هو الخارج لو كوسيون، زائد 4 هو الباقي لو غيست متساوية القسمة الإقليدية. إلى هنا ينتهي الفيديو، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.